قلت قبل كده 5000 مرة النسيج اللي لونه أبيض اللي موجود في السيريبرم اللي يمتلك منقار زي منقار الطائر. حد فاكر البتاع ده سميناه ايه؟ كورباس كالوس. وبعد كده خدنا ان لو انا نزلت تحتيه هلاقي جسم بيضاوي الشكل، وعرفنا اسمه قبل كده كان اسمه ايه يا جماعه؟ سلامس. حد يعرف يقول لي لو انا لقيت السلامس اعرف ازاي انتيريور من بوستيريور؟ الرفيعه قدام والعريضه ورا. واخدنا قبل كده ربنا بيخلق نسيج تاني لونه ابيض. النسيج ده نمره واحد كان بيبدا ورا السلامس، وبعد كده بيمشي فوق السلامس، وبعد كده بينزل قدام السلامس، وقلنا عامل زي ترابيزة السفرة يمتلك رجول وجسم. حد فاكر البتاع الاحمر ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه على اسم فرن العيش، سميناه فورنكس. اذا البيانات لازم تبقى عارفها وقتلت بحثا. اللي فوق كورباس كالوس، الحتة البيضاوية اللي تحت سلامس، النسيج اللي فوق السلامس على طول اسمه ايه يا جماعة؟ فورنكس. واخدنا قبل كده هو يا جماعة الفورنكس لازق تماما في الكورباس كالوسا ولا بينهم سبيس؟ السبيس ده كان بيحتوي على سائل عامل زي الميه وسميناه سي اس اف. المكان ده ما دام بيحتوي على سي اس اف سميناه لاترال فنتريكل. ما هو يا جماعه اي مكان فيه اس اس بياخد لقب ايه؟ فنتريكل. واخدنا قبل كده، مش بقول لكم لو مذاكرين الحصه ما تطولش، هو البتاعه دي سميناها ايه؟ سلامس. كان في واحدة زيها بالظبط الناحية التانية، يعني في الهوا هنا، في الهوا. معنى كده ان انا معايا 2 سلامس. الحصة اللي فاتت خدنا المكان اللي بين الاتنين سلامس كان اسمه ايه؟ برضه يحتوي على سائل اسمه سي اس اف، ويبقى برضه اسمه فنتريك، وقلنا اسمه سير فنتريك. مين يقول لي
انا كده رسم السيرد فينتريكل صح؟ لا، المفروض يبقى في الهواء زي ما قلنا امبارح، انما انا روحك بالهواء الزج، فقلت مجازا ده مكان السيرد فينتريكل يا جماعه. رائع. يبقى عندي حاجه اسمها لاترال وحاجه اسمها ايه يا جماعه؟ سيرد. الاتنين بيحتووا على سائل اسمه ايه؟ سي اس اف. قلت 5000 مره السي اس اف بيتغير في اليوم الواحد 4 مرات، يعني كل 6 ساعات السي اس اف القديم بيروح. معنى كده ان الفنتريكل موصله على بعض. امال يا جماعه بيتغير ازاي؟ وفعلا خدنا وصله اهي، والوصله دي انا قلت ما بين اللاترال فنتريكل وبين السيرد، وساعتها قلت السي اس اف هيروح للوصله من اللاترال، وبعد كده يروح لمين يا جماعه؟ للسيرد. حد يعرف الوصله دي سميناها الحصة اللي فاتت ايه؟ انترفنتريكولار فورامين. الوصلة اللي بين اللاترال والسير اللي كانت موجودة قدام السلمس، ما دام ما بين الاتنين فنتريكل، اسمها ايه يا شباب؟ انترفنتريكولار فورامين. اقسم بالله ولا كلمة جديدة لغاية دلوقتي، كلها انتوا فاكرين فاكرين. تعالوا نكمل. انت قلت يا دكتور ده في سي اس اف وده في سي اس اف، صح؟ وانت قلت السي اس اف بيتغير كم مرة في اليوم يا جماعة؟ 4. معنى كده ان انا عايز حاجة تطلع سي اس اف باستمرار. امال اغيره ازاي؟ وخدنا قبل كده ان اللي بيطلع السي اس اف بيبقى شريان. ازاي يا دكتور؟ ده احنا يا دكتور نعرف ان الشريان فيه دم، محدش قال سي اس اف قبل كده. ساعتها قلت الشريان بيمتلك من الداخل شوية خلايا بتاخدوها في الهيستولوجي اسمها اندوسيليوم. اي بلاد فيزل كيدز بيبقى متبطن من جوه بايه يا جماعه؟ الاندوسيليوم دي طبيعتها الكيميائيه بتتغير، مالكش دعوه ازاي. المهم اول ما بتتغير تقدر تطلع سي اس اف. انا قلت كل الشرايين هتطلع سي اس اف، والله ما حصل. انا بقول بعض الشرايين اللي طبيعتها الكيميائيه بتتغير. اقول لكم الشريان اللي هيطلع سي اس اف هنسميه ايه؟ مع اني خدت الكلمة دي قبل كده. الشريان اللي هيطلع سي اس اف اسمه كرويد بلكسس. ما بتترجمش، ده مصطلح يا جماعة، ده مصطلح.
يعني يا دكتور اللي انت بتقوله في السرد هتقوله في اللاترال هتقوله في اي فنتركل؟ بقول لكم ده مصطلح يا جماعه. يبقى اي شريان ما دام بيطلع سي اس اف لازم ياخد لقب ايه يا جماعه؟ كورويد بلكسس. لا استنى بقى يا دكتور، لو سمحت تقول لنا مين الشريان اللي هيعمل كده في السرد فينتر؟ لا يا حبيبي انت عارفه يا دكتور، عمرك ما قلته، اقسم بالله قلته. ليه؟ انا بقول شريان في السرد فينتر هيطلع سي اس اف وهنسميه ايه يا جماعه؟ كرويد بلكسس. هو السيرد فنتريكل ده ما بين ايه وايه؟ ما بين سلمس وسلمس. طب ما انا قبل كده كنت واخد المقطع ده وكان الانترنال كبسول حرف فيه وكانت بتحضن نيوكلاس عاملة زي العدسة وسميناها لينتي فورم، وكمان في نفس المقطع كان بيطلع جزء من السلمس اهي. حد فاكر كنت بذاكر البلاد سبلاي بتاع الحاجات دي ازاي؟ كنت برسم خط تخيلي كل اللي فوق الخط كان سبلايد بالانتيريور سيريبرال وما تبقى بالكامل كان مسؤولية الميدل سيريبرال ما عدا السلمس كانت مسؤولية البوستيريور سيريبرال. معنى كده يا ابني ان انت عارف ان السلمس بتاخد من شريان اسمه ايه؟ يبقى اكيد هو نفس الشريان اللي هيدي الكرويد بلكسس. طب اشمعنى يا دكتور اخترت الشريان ده بالذات؟ لان ده اللي سبلاي السلمس وهو السيرد فنتركل. ايه يا جماعه؟ ما هو المسافه اللي بين ايه؟ الاثنين سلمس. في ناس بتحفظ وناس بتفهم. في ناس تقعد تقول الكرويد بلكسس طالع منين؟ من البوستيرو سيريبرال ارتري. كرويد بتبدا بحرف السي، بوستيرو سيريبرال ارتري بتبدا بالبي، تبقى سب او بس او مش عارف ايه. ده اسمه عبط وتخلف عقلي. انت يا ابني مش عارف ان السرد ما بين الاتنين سلمس؟ طب ما تفتكر مين الشريان اللي بيغذي السلمس؟ طب واحنا خدناه يا دكتور، خدناه ونص، امال التجميعه دي كانت بتعمل ايه؟ طب يا دكتور انت قلت الشريان اللي هيكون سي اس اف اسمه ايه يا جماعة؟ كرويد بلكسس. ماشي يا دكتور ماشي. انت عايز تقنعني يا دكتور ان ربنا هيقوم جايب شريان وحطه في قلب السيرد فنتريكل اللي فيه مية كده يا دكتور؟ الشريان هيبانه عايم في المية كده. وعلى فكرة السي اس اف ده بيبقى مليان كلورايد ممكن يأذي الشريان. اكيد ربنا عايز يحافظ عليها يا جماعة. وبرضو خدناها قبل كده. حد فاكر المخ كله كان يحب تلات اغلفة؟ مين يقول لي الغلاف اللي بيبقى جوه اسمه ايه؟ اسمه بيا. البيا هي يا جماعه، البيا هي، بيا طبقه. ايه رايكم
لو خلينا البية اللي نازلة دي تقوم طالعة تاني كده البية بقت سنجل لير ولا دبل لير؟ دبل. اقدر اجيب الكرويت بلكسس بتاعي وعينه جوه الطبقتين كده، تبقى البية عملت محفظة ولا ما عملتش؟ عملت. اسمها ايه يا دكتور المحفظة دي؟ برضو خدناها قبل كده. والله المحفظة كان هو يا جماعة المحفظة جواها ايه؟ جواها ايه؟ الكرويت بليكس. اسمها ديلا كرويدة. الناس اللي ذاكروا الفورس فينتك نفس العناوين يا جماعة، اقسم بالله. كرويد بلكسس ده الشريان اللي هيطلع سي اس اف. مش معقول ربنا يرميه كده في وسط الميه يا جماعه اللي مليانه كلورايد. راح خلى البيه تبقى طبقتين وعن بينهم الكرويد بلكسس كده، البيه تبقى محفظه. وسمينا المحفظه ايه يا جماعه؟ تيلا كرويدا. دكتور انت قلت في شريان ماشي، وجوه محفظة ماشي، هما فين يا دكتور؟ انا مش شايف حاجة اصلا. انا اسف يا جماعة. حاضر حاضر. الناس تقعد تحفظ مكان المحفظة فوق الفورنكس وتحت السلمس وبيوصل لغاية الاسبلينيوم وبيطلع قدام للانتر فينتريكولار فورامنت. انت كده ده اسمه عبط. بصوا يا جماعة كلنا مع بعض، الفتحة الخضراء دي اسمها ايه؟ انتر فينتريكولار فورامين. حد يعرف الحتة اللي ورا دي في الكوربس كالوزم كان ليها اسم؟ كانت دلع الطحال، يعني سبلين. سميناها سبلينيوم. طب وانا مالي يا دكتور؟ يا عم اصطبر بالله. حد يعرف البتاع الاحمر ده اسمه ايه؟ لا فورنكس ازعل وجايز اخد على خاطري. اسمه بادي اوف فورنكس. اقول لك المحفظة فين من غير ما تتعب خالص؟ المحفظة اهي يا جماعة، اهي. مين يقولي المحفظة تعتبر دلوقتي ما بين ايه وايه؟ ما بين البادي اوف فورنكس والسلمس، وبتوصل قدام لغاية مستوى ايه يا جماعة؟ الانتر فينتريكولار فورامين. وبتوصل ورا لغاية مستوى مين يا جماعة؟ الاسبلينش. وعلى فكرة بتبقى رفيعة من قدام وعريضة من ورا. على فكرة يا دكتور بقى انت كل الحاجات اللي قلتها كده. السلمس رفيعه من قدام وعريضه من ورا. البادي بتاع الفورنكس رفيع من قدام وعريض من ورا. حتى المحفظه رفيعه من قدام وعريضه من ورا. اوعى ما تبصش للرسمه، ابقى احفظ بقى وما تنساش تبقى تغمض عينك والنبي. ما بين السلمس وفي الامتحان بقى، السلمس والفورنكس كانت قدام. هتاكل صوابعك يا ابني، هتاكلها. طب ما هي يا ابني اهي اهي. اوصف اللي انت شايفه.
ما بين السلمص والبادي بتاع الفورنيكس بتوصل للانتر فينتريكولار وورا لغاية الجزء الخلفي اللي اسمه ايه؟ اسبليتيا. كده انا خدت عنوان اسمه كرويد بلكسس وعنوان اسمه ايه يا جماعة؟ تيلا كرويدا. نكمل. بصوا انا زهقت من الرسمة دي، انت بتشوفها مرة انا بشوفها 100 مرة وكل حصة ارسمها ما عدتش رسمها تاني، بس من حق اسأل هو المكان ده اللي فوق ده اسمه ايه؟ لاترال فينتريك. طب والمكان اللي تحت ده اسمه ايه؟ السيرت. اوعى اسأل حد بعد كده، الاتنين في نفس الليفل؟ طبعا لا. اللاترال فوق والسرد تحت. بقول لكم مش راسم تاني، اللاترال فوق والسرد تحت. حلوة قوي قوي قوي. ندردش بقى يا جماعة مع بعض. احنا قلنا من شوية ان ربنا بيخلق سائل حوالين مخنا اسمه CSF. انا قلت السائل ده مين اللي بيطلعه؟ شريان. اسمه ايه؟ كرويد بلكسس. طب ما جايز يا دكتور، ما تزعلش مني، ما تزعلش، ما جايز يا دكتور، ده دم. انت مش بتقول ده شريان؟ ما احتمال يا دكتور يكون دم وانتوا شفتوا غلط مثلا، احتمال. اقول لك يا عم حاضر، انتوا بتاخدوا الدم بيبقى فيه كرات دم حمراء وبيضة وصفايح دموية، ما لقيناش احنا الكلام ده في السي اس اف، يبقى نمرة واحد ده مش دم. اتنين، حد يعرف السكر في الدم مستوى الطبيعي كم؟ من 70 لـ110. عارفين السكر في السي اس اف كم؟ النص، يعني حوالي 30 35. لا يبقى مش دم يا جماعة، مش دم. بلاش الكلورايد في السي اس اف بيبقى بالهبل، وهتعرف ليه. لا يبقى مش دم يا جماعه، لا مش دم. اذا فعلا ده سائل جديد معظمه ميه، وعشان كده بنسميه سي اس اف. طب قول لنا يا دكتور، معلش سؤال محرج، يعني انا هستفيد ايه يا دكتور؟ انا هستفيد ايه اما ربنا يخلي مخي حواليه ميه؟ يعني ايه؟ ملهاش لازمه يا دكتور بصراحه. نمره واحد، لو حضرتك اتخبطت خبطه بما يرضي الله، واضح ان الميه تمتص الصدمة شوي. فاكرين الجنين السنة اللي فاتت كان برضو حواليه مية؟ قلنا لو الأم اتخبطت المية تمتص الصدمة شوي. ادي وظيفة. نمرة اتنين، طب يا دكتور مش كان ممكن ربنا يخلق شوية مية هنا وهنا مثلا، وبلاش الناحية التانية، او شويه هنا وشويه هنا؟ لا، ده لازم حوالين المخ كله. ليه؟ عشان اضمن ان الضغط ثابت حوالين مخي، ده بيساعد في الاتزان. اذا الميه تضمن لي
ثبات الضغط حوالين المخ كمان وظيفة. عايزين نركب مركب في النيل بتاعنا ده، حلو؟ المركب ركبنا فيه 20 واحد ومبسوطين بقى في المية وحاجة جميلة جدا. جينا نطلع صاحب المركب قال معلش شيلوه معاك وطلعوه بره المركب. جينا نشيل ده تقيل قوي يا جماعة، تقيل ما قدرناش نشيله خالص، بس ده كان شايل 20 يا ابني جوه في المية. واضح ان وزنه في المية كان وزنه الحقيقي ولا اقل؟ اقل. طب ما هو دي مصلحة يا جماعة، هو انت هتروح مشوار من غير ما تاخد مخك معك؟ ممكن تروح من غير راسك تسيبها مثلا شوية؟ معنى كده ان راسي معايا في كل حتة. هو انت عايز تمشي تلاقيك شايل على راسك حاجة وزنها تقيل، حاجة يا جماعة مش قادر اشيلها؟ قال لي لا، ده انا اخلق لك شوية مية تقلل الوزن الحقيقي بتاع المخ، ده يخفف الحمل على الجمجمة وده يخفف الحمل على العمود الفقري. إذن لا يا جماعة، السي اس اف ده حلو والله، والله حلو، وبيتغير في اليوم الواحد 4 مرات. سبحان الله، والله 4 مرات في اليوم. طب يا دكتور قول لي بقى بيتغير ازاي من النبي، اصل دي مش داخله دماغي. القديم يا دكتور بتوديه فين؟ تعالوا يا جماعة نشوف بهدوء شديد جدا. عارفين كمية السي اس اف 140 ملي في 6 ساعات. انا قلت بيتغير في اليوم كم مرة؟ 4. يعني لو حد سألك في الشفوي السي اس اف اللي عدى عليك في اليوم الواحد لازم تعمل ايه؟ مين يحل المسألة؟ 140 في 4 بيسأل فيها الدكتور ممدوح الأشطوخي. اه والله، مع انه سؤال بصراحة يعني سايب الدنيا كلها وعمال يقول لي كمية السي اس اف كام؟ قلت له 140 ملي. قال لي التمييز ايه؟ قلت له ملي. بقول لك ملي، بقول لك يا ابني انا التمييز ايه؟ ملي يا دكتور، ملي. بيسمعناش. 140 ملي، ملي ملي اللي هو التمييز يا دكتور، ملي. عايز يسمع كل 6 ساعات، يبقى لو سألك في اليوم يبقى اسأل اخوك الصغير. 140 كل 6، يبقى في اليوم استخدمنا كام؟ هيقول لك نطلع ال 140 على صوابعنا ونضربهم في 6، سوري، نضربهم في 4 يطلعوا الكميه. طب يطلعوا كام؟ 560. صعبه، ابقى اضرب 140 في 4. انت حسبتها بصوره. اذا بمنتهى البساطه، لا السي اس اف ده حلو يا جماعة. كل الناس معايا خطوة خطوة. مين يقول أعلى فينتريكل عندي في مخي كان اللاترال ولا السيرت؟ اللاترال أهو، لاترال فينتريكل. والنبي ما تقول لي ارسم الكوربس، ما خلاص بقى، ما انت عرفت. وكنا بنرسم تحتي السيرد فينتريكل اهو يا جماعه، اهو، ما هو ده الاتفاق. بس انا لقيت حاجه غريبه، لقيت في وصله
شفتوا يا جماعه صغيره ازاي؟ حد يعرف يقول الوصله الخضراء دي يا ترى مين؟ دي الانتر فينتريكولار فورم اللي بتوصل ما بين اللاترال وما بين مين؟ السيرت. كوني قلت ان ده السيرت يبقى اكيد الصلمص هنا، مفيش كلام. طب احنا خدنا ايه اللي بيبقى تحت الصلمص؟ الهايبوصلمص صح، وايه كمان؟ والسبصلمص. اقول لك مين اللي تحت السبصلمص؟ البرينستم. اللي تحت السبصلمص مباشرة البرينستم اهو. حد يقدر يقول لي هو البرينستم كام جزء؟ اسميهم ايه من فوق لتحت؟ ميد برين بونس مضل. وخدنا زمان ان اكتر حتة في مخي موجودة ورا ده السيريبيلم، وفعلا قلت السيريبيلم بيبقى ورا البرينستم. من رائع يقول لي السيريبيلم لازق في البرينستم ولا بينهم سبيس؟ طب اسمه ايه السبيس ده؟ كان اسمه فورس. طب بص يا دكتور، طب يا جماعة أنا هسأل، حد يقدر يقول لي لو أنا موجود في اللاتر أروح السيرت إزاي؟ بالإنتر فينتريكولار فورم. طب لو أنا موجود في السيرت أروح الفرس إزاي؟ استنى أما أفكر كده. فاكرين الميد برين كان بيحتوي على بير عميق اهو. حد فاكر البير العميق اللي موجود في الميد برين كان اسمه ايه؟ كان اسمه اكوادكت. حتى قلت ساعتها ده عامل زي المية المعدنية، في شركة شبه كلمة أكوا كده. ما المعدنية يا جماعة ما بنجيبهاش من الحنفية وما بنحفرش حفرة بفاس، لا ده بير عميق. وما هو ده يا دكتور بير عميق اهو. طب انا قلت لك حاجة، ما انا سميته أكوا دكتور. إذن السي اس اف دلوقتي قدر يوصل الفورس فينتريكل. مين يقول لي المحطات ايه لغايه دلوقتي؟ اول ما بدات فين؟ في اللاترال. وبعد اللاترال طب وصلت السرد ازاي؟ بالانتر فينتريكولا. طب وبعد السرد رحت الفورس ازاي؟ بالاكوا دكت بتاعت الميد بريه. طب ماشي يا دكتور، انا كده يا دكتور وصلت للفورس. طب وبعدين يا دكتور؟ خدنا قبل كده ان الفورس بيمتلك ثلاث فتحات ومش هقول اساميهم، ما هم مش مكتوبين، انما كانوا مكتوبين في حتتها بس. التلات فتحات مش عارف كان في ناس اسمها ايوه لوشكا وماجندي. فاكرين مشروع توشكا وواحد صاحبنا اسمه جندي. المهم ان الفورس
في 3 اوبننج. ماشي يا دكتور، هيودوا السي اس اف فين؟ مين يقول لي؟ هو يا جماعه مش ده المخ بتاعنا؟ امال ده، امال كل الرسم ده ايه؟ المخ بتاعنا حوالي 3 طبقات. حد يقدر يقول لي الطبقة الأولى اللي لازقة في مخنا على طول أهي؟ أما أكملها الناحية التانية أهي عشان ما حدش يقول حاجة. اسمها بيه يا جماعة، اسمها بيه. طب حد يقدر يقول الطبقة اللي بعد البي اسمها ايه؟ اسمها اريكينويد اهي. كلام منطقي جدا. الطبقتين اهم يا جماعة. حد فاكر المسافة بينهم كان اسمها ايه؟ سب اريكينويد سبيس، يعني تحت الاريكينويد. السي اس اف بعد الفورس هيقدر ينزل يروح للسب اريكينويد سبيس. بس هيروح ايه يا جماعة؟ بضغط عالي قوي، لدرجة من كتر الضغط. بصوا السي اس اف هيمشي في السبيس ازاي؟ هيمشي كده، يعني عكس الجاذبية كده. السي اس اف بتاعنا موجود في سبيس اسمه ايه يا جماعة؟ سب اريكينويد سبيس. طب وبعدين يا دكتور؟ انت عملت ايه يعني؟ بعد كده هبتدي افكر اروح لأوردة المخ. أوردة المخ؟ هو المخ كان ليه أوردة يا دكتور؟ مش عارف، مش فاكر. اصل احنا ما خدناش المنظر ده قبل كده، وكان فيه اوردة هنا وهنا وهنا وهنا. من كتر ما هي بتبقى تخينة كنا بنسميها ساينس. حد فاكر الوريد؟ لا انا مش وريد بقى. حد فاكر الساينس اللي كانت موجودة زي ما هرسمها هنا اهو؟ كان اسمها اس 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 سيبيريور. سيبيريور يا جماعة عشان فوق، وساجدا لاني كده قاطع ساجدا، وساينس يعني ساينس. معنى كده ايوه في اورده يا جماعه في المخ، ايوه، من ضمنها السبيريور ساجيتال ساينس. المفروض ارسمها هنا، ما هي فوق. ركزوا يا جماعه معانا، هعمل ايه؟ بصراحه انا ما عدتش لاقي مكان في السبوره، انا هرسمها على جنب هنا معلش، بس انتوا عارفين انه مكانها هنا. ادي الوريد اللي اسمه سيبيريور ساجيتال ساينس. ماشي يا دكتور ماشي. السي اس اف هيروح هنا ازاي؟ اقول هي الطبقة الخضراء اسمها بيا ولا اريكينويد؟ هيطلع منها
حاجة في الهيستولوجي اسمها ظلاي. حد يعرف ظلاي يعني ايه؟ finger like projection. يعني finger like projection، يعني حاجات زي الصوابع كده يا جماعة. ما هي اهي الظلاي دي عن طريقها السي اس اف القديم يروح للوريد. معنى كده يا دكتور ان الضغط في السي اس اف اعلى من الوريد. طب ما هو امال يا دكتور 120 80 ده كان ايه؟ ده كان ضغط الارتري. الضغط في الفين بيبقى ضعيف، ده مش كده وبس. مش انا لسه قايل الكلورايد هنا كتير، ده يزود البريشر. شفتوا الانتقال من الضغط الاعلى للضغط الاقل عن طريق الفلار؟ اقول لكم ده كنتوا بتسموه في رابعه ابتدائي ايه؟ اقول لكم كنتوا بتسموه في البايوفيزيكس السنه اللي فاتت في الفسيولوجي ايه؟ ازموزس. ازموزس. وانا بعلم في المذكره جيت اكتب معنى كلمة ازموزس علشان يعني ما حدش يسأل فيها. بدأت يعني متردد، اكيد عارفينها. الكلام ده حصل. سألت كريم ابني. بقول له انت تعرف يا ابني ازموزس يعني ايه؟ قال لي بابا الانتقال من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل. ان شاء الله. ما علمتهاش، والله حصل. جيت بسأل فيها الصبح. في المجموعة الصبح بقول لهم ازموزس يعني ايه؟ يا دكتور قول. دكتور اصلا في ناس دخلت مجال البايو فيزكس رحت جاي معلمها، اقسم بالله ان الكلام ده حصل وهنعلمها مع بعض، مع ان ده اهانة شديدة اللهجة ليكم. ازموزس الانتقام من ضغط عالي لضغط واطي. شباب سمعوا معايا الاحداث. انت ممكن تيجي في دماغك اسئله مش موجوده في كتاب الاسم. انا هقول الاسئله واللي عايز يسمعها انا تحت امره بعد الحصه. اقول لك الاسئله زي ايه؟ انت يا دكتور بتقول السي اس اف هيروح للفين لغاية ما الضغطين يبقوا قد بعض. طب ايه اللي يضمن لي بقى يا دكتور ان الدم بتاع الفين ما يدخلش ساعتها السي اس اف؟ احتمال انا عارف ان ولا حاجه جت ولا بتاع، بس انا بحط نفسي مكانك. طب ما جايز يحصل العكس. سبحان الله يا جماعه، اقسم بالله حته ممتعه بشكل غير طبيعي. قلت في المجموعة الأولى أشرحها، قالوا لي مش في كتاب الاسم أنت بتقول. خلاص يا دكتور بعد الحصة اللي عايز يعرفها. ياه لقيت حد؟ يا خسارة. في حد قاعد بعد؟ لقيت اتنين. والله الباقي قعد. يا خد خد امسك يا محمد امسك. في لحظة الناس بتقلب بشكل غير طبيعي، قاعدين غلب يا عيني. انا عارف انا عارف. صباح الفل. يبقى اللاترال ودى السرد، والسرد ودى الفورس، والفورس ودى الساب اريكينويد، والساب اريكينويد عن طريق الفلاي ودت الاورده بتاعه المخ اللي كانت تخينة وسميناها ساينس.
سيبيريور ساجيتال ساينس. هقول حاجه، افرض هو انتوا قلتوا السي اس اف هيتغير في اليوم الواحد كم مره؟ اربعه، يعني كل ست ساعات. يعني عيل صغير اتولد يا جماعه، اتولد دلوقتي، رزق ربنا هي البتاع الخطره دي اسمها ايه؟ انترفنتريكولار فورامين، كانت ضيقه قوي. انا ما قلتش مقفوله، انا بقول ضيقه قوي. امال الخضره دي اسمها ايه؟ برضو ضيقه قوي. مين يقول لي السيركيوليشن كده تبقى سريعه اكتر ولا بطيئه؟ بطيئه. ايه ده يا دكتور؟ يعني السي اس اف ممكن يتكون جوه ويطلع جديد؟ اه، ما انا مش عارف اتخلص من القديم كويس. النهارده فرحنا بالمولود، وشه ما شاء الله بدر منور. تاني يوم لقيت راسه كبرت، قلت ده واد ذكي ما شاء الله، وانادي بقى على العيله كلها، يا جد تعالى جد وشوف حفيدك ما شاء الله دماغه هتطلع كبيرة كده، واد ناصح. بعد بكرة الواد دماغه كبرت أكتر. الواد دماغه كبرت أكتر. أما تلاقي حاجة زي كده بروح حتى للصيدلي يا مؤمن، بلاش التوقعات المرئية دي. ان شاء الله الواد عبقري، ان شاء الله الواد حلوه، ان شاء الله وشه مدور بدري يا اخويا ما شاء الله. عارفين السبب ايه يا جماعه؟ الفتحات دي ضيقه، السي اس اف كل ست ساعات عمال يتكون، بكره اتكون زياده، المخ عمال يكبر والجمجمه عماله تكبر. ازاي يا دكتور؟ ده جمجمه، ده عظم لسه ما قفلتش يا ابني. عارفين الحاله دي لازم فورا يتعمل له ايه؟ يتركب له جهاز بيطلع بانابيب هو اللي يسحب السي اس اف لغايه ما نعمل له عمليه، لانه عايز تحضير، لو سبناه هيموت. اقول لكم الحاله دي اسمها ايه؟ هو يا جماعه في الحاله دي كميه السي اس اف زادت ولا قلت؟ السي اس اف ده معظمه ميه، والميه بلغه البايو يعني هيدرو. بسمي الحاله هايدرو كيفيلس. بتتسأل في الشفوي يقول لك ايه؟ تعرف الهايدرو كيفيلس؟ اه، طب اسبابه ايه؟ بقعد احفظهم يا ابني. ما هم الانترفنتريكولار فورامين او الاكوادكت مش كويسين، ضيقين، دخلتك في مخ كبير وراس كبيرة. وبنسمي الحالة اللي ربنا ما يكتبها على حد، لأنها ممكن تؤدي إلى التخلف العقلي. هايدرو كيفيلس، هايدرو كيفيلس كده. انا فاضل لي اخر حاجه، عنوان اسمه سيربيلم. هقول لكم على الموقف. الدكتور اشرف قال انا عايز السلمس، قلنا له لا، الكونكشن صعب على العيال والكلام ده، بالعافيه وافق ان احنا ناخد النيوكيولاي اسماء
زي ما خدنا الحصه اللي فاتت وشطبنا الكونكشن. جينا ناخد السيريبيلم قلنا له لا ده الكونكشن بتاع السيريبيلم اصعب من بتاع السلمس والله. قال لا انا مش شاطب الاثنين. قلنا له خلاص اشطب السيريبيلم ورجع السلمس. قال لا انا خلاص كتبت الورقه. يعني ما باليد حيله يا جماعه. بعد كده بساله ايه المطلوب يا دكتور في الكونكشن؟ قال لي جاوبوا انتوا بقى على الاسئله دي. هو كلمه كونكشن يا جماعه يعني افرنت ولا افرنت؟ الاثنين. قال لي لا ده مطلوب يعرفوا افرنت ولا افرنت. قلت له خلاص كفايه كفايه كفايه. قال لي لا. مين يقول لي هو البرين ستيم كان كام حته عشان اروح للسيربيلم؟ ربنا كان بيخلق ثلاث وصلات اسمها بيدنكل، واحد سيبيري وواحد ميدل وواحد انفيريور. لقيته بيقول لي ده لازم يعرفوا كل كونكشن هيمشي في انهي بدنكل. يا نهار ابيض بجد كشخ. قال لي نصا يا عم تلاقيهم حافظينهم في الفسيولوجي. قلت في سري مش عارف انت مش عارف حافظينهم في ايه بالظبط. شفتوا انتوا بتعملوا في نفسكوا ايه؟ عامل ايه؟ موقف صعب يا دكتور. انتوا عارفين الكونكشن؟ لا. من غير الهيستولوجي. بس مش من غير الفسيولوجي. لا مش من غير الفسيولوجي. من الهيستولوجي؟ ميبي ميبي. لا لا اتلغي يعني ان شاء الله معظم السين اس اي باذن الله. انا كان عندي عملية شريحة تاني في الهيستولوجي عشان اسرق الفسيولوجي. فشلت كله الحته دي حتى دي الحته دي الحته دي هيستولوجي والحته دي شرحناها هناخدها قدام ولما نوصلها. والله مسخره والله دي مسخره والله العظيم. كل الحصص كده والله العظيم دي مسخره. حصه الفسيولوجي كده بجد زي ما بقول لك. الحته دي اناتومي الحته دي هيستولوجي الحته دي هناخدها قدام ولما نوصلها قدام زي ما خدناها قبل كده. الحصه خلصت كده مفيش فانسك مذكره. لا بجد الهيستولوجي كله كده. الفسيولوجي السنه دي كله كده. طيب نركز يا جماعة في دقيقة. انا عايز دقيقة واحدة بس اشرح نقطة وبعد كده هرسم الكونكشن ودي اخر حاجة واسيبكم تتكلموا كمان. بقول دي ايه امال الكونكشن اشرحها في دقيقة وبقول لك صعبة دلوقتي. السيريبيلم عندي في جرات في العمل مش مطلوب نظري. انا عرفت طبعا انا عارف ايه البيانات اللي في الجار. انا عارف ايه البيان اللي في الجار. رحت جاي قايلهم بس وهنظبط المذكره كده دلوقتي. السيريبيلم اهو يا جماعه لو بصيت للسيربيلم من قدام هتلاقيه عامل ازاي. هو يا جماعه السيربرم كان نص ولا نصين؟ والسيربيلم برضو نصين. بس يا دكتور في حته مميزه قوي فوق يا دكتور. ايه دي يا دكتور؟ ايه دي عليها رقم؟ الحته المرتفعه دي اسمها مش ترمس. لا شيل التي وحط في اسمها فيرمس. يبقى لو الرقم
اتحط هنا اسمها سيبيريور فيرمس. لا استنى يا دكتور، ما دام في سيبيريور اكيد في انفيريور. اهو رد واحد قال لي سؤال محرج قوي بصراحه، بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا دكتور انت قلت اللي فوق سيبيريور فيرمس واللي تحت اسمه ايه يا جماعه؟ انفيريور فيرمس. انت يا دكتور مصور من قدام، قلت له اه. قال لي مجايز يا دكتور ده مش الفيرمس كله، مجايز دي حتت منه ومش شايفين الباقي. قلت له والله يا اخي انت عندك حق، ايه رايك لو نصور من تحت؟ فعلا اما صورت من تحت لقيت السيربيلم كده، يبقى ده مش السيربيلم، لا ده الانفيريور سيرفيس بتاع السيربيلم. اقول لكم لقيت الفيرمس ده عامل ازاي؟ اهو موجود في النص بالظبط. بصوا يا جماعه طويل ازاي، انا ما كنتش شايف منه غير حته صغيره بس هنا لان ده كان منظر امامي، انما اما صورت من تحت شفت كله وكتبت جنبيه شبه الزيتونه. وانا ليا هدف، هي زيتونه يعني ايه؟ اوليف او اوليف. اوعى تنسى ان الفيرمس ده شبه ايه يا جماعه؟ الزيتونه. وبعد كده لقيت حته مدوره اهي، وزي خليكم معايا يا جماعه، وزيها الناحية التانية أهي. الحتتين دول يا جماعة أقدر أشوفهم في الصورة دي؟ دول موجودين على الانفيريور سيرفيس ولقيت عليهم أرقام في الشرايط. جيت أقرأ مكتوب عليها إيه؟ سواء الكلكوعة دي أو دي، لقيت مكتوب تنصب يا دكتور في السر بقى عشان اوصل للناس. تنصب دي التنصب دي يا دكتور بتاعت الفرنكس يا دكتور، البلاطين تنصب يا دكتور بتاعت الهيد والنيك. هو انا قلت لك هي دي؟ دي اسمها سيربيلر تونسل. يعني يا دكتور ما لقوش اسماء غير تونسل. يا سبحان الله يا جماعه، لقوا مقاساتها قد مقاسات التونسل بالظبط، فقالوا خلاص دي تبقى تونسل. بس عشان نفرق لازم اسميهم ايه يا جماعه؟ سيربيلر تونسل. اعتبر نفسك في العمل. يلا يا جماعه لو الرقم هنا هنقول ايه؟ سيبيريور فيرمس. امال الحته الحمراء دي ايه؟ سيربيلر تونسل. امال الزيتونه اللي في النص دي ايه؟ دي الانفيريور فيرمس. ده اللي مطلوب في العمل بتاع السيربيلا. طب يا دكتور قول لنا بقى يا دكتور الكونكشن عشان نمشي الله يصلح حالنا. حاضر يا جماعه دي اخر حاجه هقولها، بس اتكلموا شويه يا جماعه. عارفين
لو انتوا كنتوا بتذاكروا. اولا حكايه اول الحصه خدنا ما كنتش قلت انا كنت رسمت رسمه ها كورباس كالوس ها سالوس ها خش اللي فوق سفورنكس. ولو كنتوا بتذاكروا في السيولوجي انا كنت قلت لكم الحصه خلصت وكنا روحنا يا جماعه. هشوف كل مذاكر عنده كل حاجه عنده. يلا يا جماعه ركز معايا قوي، رخمه رخامه وصعبه جدا دلوقتي. انتوا قلتوا كونكشن يعني افرنت وافرنت صح؟ يبقى اول حاجه انا عايز اعرف الافرنت وعايز اعرف الافرنت. اوكي رحت جاي كاتب، انا هشرح زي ما الكاتب بالظبط. يتكون السيريبرم من ثلاث فصوص. اسامي الفصوص ايه يا دكتور؟ جايز تفكرني بالكونكشن؟ جايز. اسامي انا قلت في كام فص؟ معلش ثلاث. من حسن الحظ طلع اسمهم، بنحفظهم باختصار اسمه SVC. ايه ال SVC؟ ولا اختصار ده يا دكتور؟ SVC سوبيريور فينا كافة. ده السوبيريور فينا كافة يا جماعة. استنى بس، ده الوريد الأجوى في العلوي، اللي هو ياخد الدم من الأجزاء العلوية ويوديها للقلب. الوريد الاقوى في العلوي كان اسمه سيبيريور فينا كافا او SVC، يعني مش كلمه غريبه. اول فص ربنا خلقه، انا بتكلم امبريولوجي، اول فص ربنا خلقه كان بيبدا بحرف الاس، كان اسمه سباينال. عارف اسمه سباينال يعني ايه؟ يعني عامل كونكشن مع السباينال كورد. امال يعني ايه؟ اتنين، حرف الفي. الفص التاني كان اسمه فيستيبولار. وعلى فكره يا دكتور ده امر طبيعي، انتوا مش بتاخدوا يا جماعه وظايف السيربيلم، المحافظه على اتزان الجسم، يعني فيستيبولار. يبقى اكيد عامل كونكشن مع الفيستيبولار. تلات، الفص التالت بيبدا بحرف السين، اسمه سيريبرال، يعني اكيد عامل كونكشن مع السيريبرم اللي فوق. معنى كده ان انا لو عرفت اسماء الثلاث فصوص اكني عرفت ثلاثه كونكشن: SVC، سيبيريور فينا كاف، نمرة واحد مع السباينال كورد، اتنين مع الفيستيبيول، تلات مع السيريبرال، اربعة في الفسيولوجي كله لو لقيت حاجة عاملة كونكشن مع الفيستيبولر تأكد وانت مغمض انها عاملة كونكشن مع الار اف. ايه الار اف ده يا جماعة؟ الريتيكولار فورميشن. الله،
انا بقى معايا 4 كونكشن ببلاش يا جماعه الحمد لله. طب نقول واحد كمان. رحت جاي كاتب وعن طريق شكل الفيرمس. حد فاكر الفيرمس اللي كنت رسمه من شويه كان شكل ايه؟ الزيتونه يعني اوليف يعني اوليفر نيوكيولار. اهو ده الكونكشن رقم 5. لا استنى يا دكتور، انت ما قلتش دوم افرنت ولا افرنت؟ كلهم افرنت يا جماعه. يبقى كلهم هيروحوا للسيريبيلوم. معنى كده ان السباينال كورد هيبعت للسيريبيلوم، الفيستيبيولار هيبعت للسيريبيلوم، السيريبرم هيبعت للسيريبيلوم، الريتيكولار فورميشن هيبعت له، وكمان الاوليفري هيبعت له. كده انا حفظت 5 والخمسة طلعوا ايه؟ افرنت. شفتوا اسماء الفصوص لعبت معايا ازاي؟ طب قول لنا الافرنت يا دكتور. الافرنت يعني طالع من السيربيلوم يعني. طلعوا 4 ومن حسن الحظ نفس الافرنت بالظبط. يا دكتور بس الافرنت 5 وانت بتقول الافرنت 4. هشيل واحد يا جماعه. حاضر حاضر. مين بعقله بمخه بالسي اس اف بتاعه يقدر يشيل واحد من 5 ويقول لي ليه؟ لا 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 بيروح. ما يعني كورتيكو بونتو سيربل ولا تسأل الاسبانيول. اقول لك ليه؟ بصوا يا جماعة، واحد زي حالاتي من مصلحتي ان انا اعرف رئيس الجمهورية، لان هو هاير سنتر وانا لور سنتر. انا اللي هروح له، وعلشان اروح في اي مكان اقول ده انا اعرف رئيس الجمهوريه الناس كلها تقفل. انما رئيس الجمهوريه الهاير يعرف اللور ليه؟ يعمل بيه ايه؟ اذا انا هشيل السباينال كورد ويبقى كده عدد الافرنت 5 وعدد الافرنت كام يا جماعة؟ 4. انت على فكرة يا دكتور كده قلت لنا ان الافرنت تقريبا هما الافرنت. يعني يا دكتور انا هروح للحاجة وبعد كده ارجع تاني؟ وده اللي انتوا بتسموه في الفسيولوجي الفيد. ايوه ايوه الفيد باك. طب يا دكتور، الدكتور اشرف مصمم وقال هيجيبها في اكمل. انا معايا 5 افرنت وكم افرنت يا جماعه؟ 4. يعني معايا 9. لازم اقول كل واحد بيمشي في انهي بدنكن. يا نهار ابيض، لقيت ناس موجوده في الانفيريور صح، وناس في السبيريور وناس في الميدل. يا دكتور انا عايز افهم، الله يصلح حالك وعشان نخلص. حاضر. انا افترضت ان ده نص سيربيلم وده نص سيربيلم يا جماعه، مش
تبقوا فاهمين الرسمة ايه. انت قلت يا دكتور السباينال هيبعت للسيريبيلوم، انت قلت كده. اكيد اسمه يا جماعة سباينو سيريبيلوم، مفيش كلام. حد يقدر يقول لي في حاجة في الفسيولوجي اسمها سباينو سيريبيلر صحيح؟ سباينو سيريبيلر في سباينو سيريبيلر اكسلنت. مش خدتوا مش عايز بقى الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. مش خدتوا ان البريبريو سيبتك نوعين، نوع اسمه كونشس ونوع اسمه انكونشس، وقالوا لكم الكونشس زي السنس اوف بوزيشن، السنس اوف موفمنت، التو بوينت ديسكريميشن. مش ده كله الفسيولوجي يا جماعه؟ وقالوا لنا ان الكلام ده بيشيلهم الجراثيم والكونيات. ما علينا. وقالوا لنا الانكونشس يعني مش هتوصل للسريبرال، زي المسل كوردينيشن، زي المسل توب، بيشيلها السباينو سيريبيلر. وزميلكو قال لي ان السباينو سيريبيلر يا دكتور كان في نوع فينترال ونوع دورسال. على اي اساس يا دكتور؟ انتوا بتسموا ازاي؟ مش ده السباينال كورد؟ مش انتوا بتسموا الحتتين دوم بوستيريور هورن سيل؟ يعني الناحيه دي ورا تبقى الناحيه دي قدام. اقول لكم الدورسال سباينو سيريبيلر اسمها دورسال ليه؟ عشان موجوده في السباينال كورد ورا اهي. اقول لكم الفنترال اسمها فنترال سباينو سيريبيلر ليه؟ عشان موجوده في السباينال كورد قدام. معلش يا جماعه انا مش هرسمها هنا عشان الرسمه ما تتلخبطش، هرسمها الناحيه الثانيه بس اهي. ايوه، يبقى في حاجه اسمها سباينو سيريبيلر. وايوه نوعين، نوع اسمه دورسال سباينو سيريبيلر ونوع اسمه ايه يا جماعه؟ فنترال سباينو سيريبيلر. هو سباينو سيريبيلر يعني هوصل لمين؟ للسيريبيلر. فعلا الفنترال طلع ووصل للسيريبيلر. اقول لكم عن طريق ايه؟ عن طريق اكيد عن طريق بضنك، مفيش كلام. وهو السيبيريور سيريبيلر بضنكن. اديني عرفت اول حاجه موجوده في السيبيريور بضنكن اسمها ايه يا جماعه؟ فنترال سباينو سيريبيلر. انا جبت سيره الدورسال، سيبك منها دلوقتي، سيبك منها، ربنا اللي بيرزق يا جماعه. بعد كده ركزوا يا جماعه معايا، فاكرين اما خدنا في الانترنال كبسول انواع الفايبر؟ افكركم باساميها، فرانتوبونتاين، برايتوبونتاين، تمبروبونتاين، اوكسيبيتوبونتاين، صح يا جماعه؟ عارفين الفايبر دي اسمها ليه كده؟ ما هو فرانتو برايتو
يعني السريبرم، وبنطين يعني رحل مين؟ للبونز. اهي يا جماعه، فايبر بتنزل من السريبرم وفعلا وصلت للبونس ولا لا؟ وصلت. حد يقدر يقول لي بعد ما اوصل للبونس لو حبيت اروح السيربلم بالغصب عني استخدم انهي بدنكر؟ الميدل. مش يا جماعه السبيريور مع الميد برين والانفيريور مع المظله والميدل مع البوتس؟ اذا انا هستخدم الميدل اهو. حد يقدر يقول لي كده الميدل في فايبر اسمها ايه؟ حد كده يحاول يوصل لاسم الفايبر؟ كورتيكو بونتو سيريبيلا او سيريبرو بونتو سيريبيلا او سيريبرو سيريبيلا براحتك. انما انا استخدمت بضنك الاسم ايه يا جماعه؟ ميدل. على فكره الميدل مش ماشي في حاجه تانية. الحمد لله انا ما عدتش هفكر في الميدل تاني. ما فيهوش غير حاجه ايه يا جماعه؟ واحده بس. انت قلت يا دكتور ان الافرنت نفس اسماء الافرنت، صح؟ معنى كده ان السيريبيلم هيبعت للسيريبرم تاني. شفتوا بقى يا جماعه فيدباك ازاي؟ ما ده هيبعت للسيريبرم اللي فوق اكيد هستخدم بدنكل. مين يقول لي اكيد البدنكل اسمه ايه؟ سيبيري. من رائع يقول لي لغايه دلوقتي الميدل فيه كام حاجه؟ واحده ومفيش غيرها. طب السيبيريور فيه كام حاجه؟ طب اللي شاطر بيقول اتنين يقول لي اساميهم ايه؟ نمره واحد فنترال سباينو سيريبيلر، نمره اتنين الفايبر اللي طالعه من السيريبيلر وراح فين يا جماعه؟ السيريبيلر. معنى كده يا دكتور السيبيريور في اتنين؟ لا، اربعه. يبقى انت فاضلك كام واحد؟ اتنين. اجيبهم ازاي؟ سيبيريور سيريبيلر بدنكل بيبدا بحرف ايه يا شباب؟ الاس. رحت جاي حاطط تحتيها نقط وقلت حرف الاس مين يقول لي يشبه رقم ايه في الارقام؟ خمسه. اهو خمسه، يعني الكرينيال نيرف رقم خمس. كان اسمه ايه رقم خمسه ده؟ اذا رقم ثلاثه في السبيريور اسمه تراي جيمينو سيربنر. شفتوا جبت انا رقم ثلاثه ازاي؟ يبقى فاضل اربعه. رحت جاي حاطط نقطة تحت حرف الار في كلمة، أنا كده حليتها.
في كلمة تراي جيمينو الآر ده دي النيوكلاس اللي كانت موجودة في الميد برين اللي كان لونها أحمر اللي بنسميها ريت نيوكلاس. طب الريت نيوكلاس بتدوها في الفسيولوجي لقب ايه؟ ريبرو. إذن من شاطر يقول لي الميدل، انا قلت الميدل فيه كم حاجه؟ حاجه واحده. والسبيريور انا لقيت فيه حاجتين بس قلت لكم الاتفاق اربعه. لقيت الاس شبه خمسه، فكرتني بنرفع اسمه ايه يا جماعه؟ دراي جيمينا. وحرف الار فكرني بنيوكلاس اسمها ريد نيوكلاس. انا كده عرفت الميدل وعرفت السبيريور. مين يقول لي الانفيريور ماشي في ايه؟ الباقي. طيب صعبه؟ اه مش صعبه خالص وحياتك يا ربي لو اشتغلتها كده هتتحل. افتح سعادتك المذكره.